كل المرافق الصحيه في تعز مهدده بالخطر بسبب قله الوقود. اخي الكريم اشرت سابقا انه محافظه تعز هي المحافظه الوحيده التي لا توجد فيها طاقه كهربائيه عموميه او حكوميه، وهذا تم طرح الموضوع على سواء في الدبليو اتش او على مركز الملك سلمان على الاوتشا على كل المنظمات الدوليه، انه قضيه تعز في الطاقه الكهربائيه تختلف عن بقيه المحافظات التي تمتلك طاقه كهربائيه عموميه، وبالتالي أن تقوم المنظمات بتقليص كمية الديزل المدعومة للمستشفيات والمراكز الطبية قد تسبب كارثة. تم تنبيه المنظمات أنه الدعم بالتجهيزات والأدوية إذا لم يرافقها توفير الكمية المناسبة من الوقود لا يعني لا فائدة منها ولا جدوى منها. مراكز الغسيل الكلوي، مركز القلب مثل الجمهوري، بنوك الدم، مراكز الترصد الوبائي، غرف العمليات، الحاضنات، نحن نعتمد باعتماد كلي على الطاقة الكهربائية من المولدات، وبالتالي نعتمد على مادة الديزل. لا ندري ما هي الأسباب التي جعلت من مركز الملك سلمان من المنظمة الصحية العالمية تقليص الدعم، وبالذات للمرافق الحكومية الكبيرة مثل حياة مستشفى الثورة في تعز، المستشفى الجمهوري السويدي، المظفر، مستشفى خليفة، هذه المرافق الرئيسية داخل محافظة تعز والتي توجد فيها مراكز متخصصة. قيادة السلطة المحلية عملت لأكثر من مرة على توفير مبالغ مالية بشكل طارئ لتوفير كميات مناسبة للديزل، لكن هذه المبالغ لا تكفي، وحتى قدرات السلطة المحلية في الموارد المالية غير قادرة على تغطية كل احتياجات القطاع الصحي بالديزل. لذلك تظل قضية منظورة أمام المانحين وأمام مركز الملك سلمان وأمام حتى دول التحالف، أن القطاع الصحي قد ينهار في لحظات إذا لم يتم توفير الوقود اللازم للمستشفيات الرئيسية في محافظة تعز.